من قطاع البترول نروح إلى قطاع الاستيراد والإفراجات الجمركية وآخر القرارات النهاردة اللي كان أعلن عنها الدكتور محمد معيط وزير المالية، اللي قال إنه تنفيذاً لتكليفات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والتي يتابعها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، تم إقرار حزمة من الإجراءات لتيسير الإفراج عن الواردات وتخفيف الأعباء عن المستثمرين والمستوردين في مواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة على نحو يسهم في خفض أعباء الأرضيات والغرامات ومنع تكدس البضائع بالموانئ، وبالتالي ده يساعد في تقليل تكاليف السلع على المواطنين. طيب إيه هي هذه الإجراءات اللي يمكن موجودة قدام حضراتكم على الشاشة؟ عفوا، أشار الدكتور محمد معيط إلى أنه خلال الأيام القليلة القادمة هيتم الإفراج عن أي شحنات أنهت الإجراءات الجمركية وتنتظر نموذج تمويل الواردات اللي هو نموذج 4، ده مثلا واحد من الإجراءات. بالإضافة لده إجراء تاني وهو وقف تحصيل الغرامات الجمركية من المستثمرين والمستوردين المتأخرين في إنهاء الإجراءات الجمركية بسبب المستندات المطلوب استيفائها من الجهات ذات الصلة، بما يساعد في تخفيف الأعباء عنهم، ومن ثم لا يكونوا مضطرين لإضافة هذه الغرامات الجمركية على تكاليف السلع، وبالتالي تبقى السلع أغلى على المستهلك. بالإضافة لده تم الإشارة إلى مهلة 4 أشهر للسلع الغذائية قبل تحويلها إلى مهمل، و6 أشهر للمنتجات غير الغذائية طبعا مع مراعاة تاريخ الصلاحية. من القرارات أيضا هو السماح للتوكيلات الملاحية بنقل البضائع المستوردة من الموانئ إلى المستودعات والموانئ الجافة خارج المنافذ الجمركية، مع عدم الإفراج عن الشحنات المنقولة بأسماء المستوردين خارج المنافذ الجمركية إلا بعد إصدار هذه التوكيلات لإذن التسليم طبعا لحفظ مستحقاتها. القرارات دي كلها كيف سيستقبلها المستوردين؟ إزاي ممكن تحقق فرق؟ خلونا نعرف أكتر من الأستاذ عماد قناوي رئيس شعبة المستوردين في الغرفة التجارية بالقاهرة. أستاذ عماد مساء الخير، برحب بحضرتك معنا يا فندم. تحياتي لحضرتك وللسادة المشاهدين. تحياتنا لحضرتك، يعني كيف ترى هذه القرارات وإلى أي مدى ممكن تعمل انفراجة وممكن تفرق بالفعل في مستوى الأسعار السلع الواردة من الخارج؟ هو الحقيقة إن احنا مستبشرين خير خلال الأسابيع القليلة اللي فاتت إن في عمل مؤسسي لإدارة الأزمة. القرارات اللي طلعت دي كلها كان مستنيها ومنتظرها قطاع الأعمال، والحقيقة هي قرارات هتؤدي لتوازن السوق وزيادة المعروض في السوق ودعم قليل للتكلفة بحيث انها ما تزيدش بالغرامات اللي اتشالت والحاجات دي، فأكيد ده كله في صالح المستوردين وبالذات المستلزمات والخامات للمصانع والحفاظ على عجلة الإنتاج والحفاظ على العمالة، وكل ده بيصب في مصلحة القطاع الأعمال بالكامل. يعني المهم يصب في مصلحة المستهلك بقى، يحس إن السعر بيريح شوية. هو 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 الحقيقة كلنا مستهلكين بالتأكيد المعروض لما بيزيد المنافسة بتزيد، السعر بيبقى مناسب جدا، والدولة بتعمل كل اللي عليها علشان يعني تدعم بالقرارات دي رغم ان الازمه العالميه طاحنه لدول كامله بالكامل كل الدول، الا ان احنا كانت قرارات الغذائي والدوائي لاولويه وده تم على اكمل وجه، ثم بدانا نعالج مشكله المستلزمات والخامات. فالحقيقه الدوله قايمه باللي عليها، وفي نفس الوقت قطاع الاعمال حافظ على العمالة خلال ال5 شهور اللي كانوا فيهم أزمة مستلزمات وخامات متعطلة. فالحقيقة كل ده هيكون للمواطن كمستهلك كصانع كتاجر كله هيستفيد. هل هذه القرارات يا استاذ عماد، يمكن الفترة الماضية شفنا العديد من اصحاب المشروعات وبعض القطاعات اللي بتشتكي من انه خلاص في ندرة في المعروض النهارده من قطع غيار سيارات لما له علاقة بالقطاع الادوات الصحية مثلا او البن والشاي والكلام ده كله، هل كل ده هيحصل فيه فرجة؟ أكيد أكيد، إحنا زينا زي دول العالم بالكامل. إحنا في مشكلة عالمية، المشكلة العالمية دي أدت إلى ندرة سلاسل الإمداد، وبالتالي الدولة بتتدخل في المهم ثم اللي يليه في الأهمية، وده حصل في الغذائي والدوائي ما حسيناش بأي حاجة. وأكيد الفترة اللي جاية
معظم المنتجات هتكون موجودة، كل المنتجات قطع غيار الكلام ده كله، لأن مصلحة المواطن هو إن يكون الوظيفة مستمرة، الدخل مستمر، عجلة الإنتاج بتدور. فالقرارات دي مفيدة جدا جدا جدا، ولكن هل هتزيد علينا الفايدة إن احنا كمان؟ هل هتزيد الفايدة لو حسب ما كتبت بعض المواقع بتتوقع إنه البنك المركزي ممكن يجري بعض التعديلات، منها إنه يبقى يتم العمل بعد كده بالنسبة لمستلزمات الإنتاج ومدخلات الإنتاج ولوازم التشغيل بمستندات التحصيل بدلا من الاعتمادات المستندية؟ ده أفضل قرار، ده أفضل قرار، لأن أنا المستندات التحصيل دي عبارة عن آجل باخده من المورد الخارجي لمدة 4 شهور 6 شهور، فما بحملش على العملة الصعبة طلب كبير. فده قرار ممتاز جدا وهيؤدي الى توافر السلع بشكل رائع. الاعتمادات المستندية برضو بعض المستوردين بيحتاجوا الاعتماد المستندي بيكون اضمن للمورد الخارجي، فاللي يقدر من المستوردين ان يوصل لدي لينفع ان هو يقلل الطلب على العملة الصعبة بيبقى بيفيد البلد وبيفيد نفسه. نتمنى إن شاء الله يعني نرى سريعا التأثيرات الإيجابية لهذه القرارات. بشكرك شكرا جزيلا أستاذ عماد إناوي، رئيس شعبة المستوردين بالغرفة التجارية بالقاهرة. ما أشرت إليه بخصوص البنك المركزي هي قرارات لم تصدر بعد، زي ما أشرت كده أنه بعض المواقع بتقول أو بتتوقع أن تكون هذه القرارات تصدر قريبا من البنك المركزي، سواء فيما له علاقة بالعمل بالمستندات، مستندات التحصيل بدلا من الاعتمادات المستندية لكل لوازم التشغيل والإنتاج ومدخلات الإنتاج، أو بأنه النهاردة المستورد اللي معاه دولار فبيروح يحطه في البنك عشان يستورد بيه، أن ده يبقى مسموح لأنه قبل كده كان تم وقفه قبل كده من محافظ البنك المركزي السابق. كل ده يبقى قرارات طيبة عشان تدي دفعة للقطاع الصناعي شوية، فرص العمل تفضل متوفرة، عجلة إنتاج تفضل بتدور، ما يبقاش في ندرة في عدد من السلع والمستلزمات في السوق. لكن زي ما أشار الأستاذ عماد، في ظروف استثنائية حصلت في العالم كله، تطلبت ظروف استثنائية أو قرارات استثنائية من دول العالم المختلفة، مصر جزء منها، اتخذت هذه القرارات لفترة ما. يمكن النهاردة إن شاء الله بنلاقي تباعا وتدريجيا شكل من أشكال الانفراجة بتحصل، اللي تبدأ مرة تانية تعوض أي منقوص كان موجود في السلع في الأسواق في مختلف القطاعات.